السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف التاسع، بدأنا الحصة السابقة بشرح قصيدة بعد الفراق للشاعر أبو سلمى، وهو قلنا شاعر عبد الكريم الكرمي. هذا الشاعر من مواليد فلسطين، كتب هذه القصيدة يعبر ويصور فيها أحاسيس الشعب الفلسطيني ومعاناته، وتفاؤل الشاعر بأن الظلم سينجلي عن فلسطين بالنضال وتحريرها من العدو الغاصب. سنكمل ما تبقى من شرح أبيات هذه القصيدة. كنا قد توقفنا عند البيت السابع: ينجلي الظلم والظلام إذا ما التهب الشعب في النضال التهابا. ينجلي معناها يزول، الظلام يرمز هنا إلى المحتل، التهب تحترق، والمقصود هنا اشتد. الشرح يقول الشاعر: إذ ما انتفض الشعب كله وشارك واتحد في مقاومة المحتل، فإن الظلم سيزول والتحرير والعودة سيتحققان لا محالة في ذلك. الصورة الفنية: صور الشاعر الشعب جسدا يلتهب ويحترق. البيت الثامن: ويطل الفجر الحبيب ضحوكا ويضيء الدروب والألباب. يطل يظهر، الدروب الطرق والمسالك، الألباب العقول ومفردها لب. الفجر الحبيب يرمز الشاعر هنا إلى النصر وتحقيقه وتحرير فلسطين من العدو. شرح البيت: يظهر الشاعر شيئا من التفاؤل باقتراب النصر والتخلص من المحتل. الصورة الفنية: صور الشاعر الفجر إنسانا يضحك بشدة. إذن عبارة يطل الفجر الحبيب ضحوكا، فهنا صورة فنية، صور الشاعر الفجر إنسانا يضحك بشدة. البيت التاسع: هذه دارنا جبلنا ثراها بالدم الحر فاستحال ملابا. جبل معناها صب الماء على التراب ليصبح طينا، جبلا. الثرى قلنا الأرض، استحال أي تحول. الملاب أحد أنواع الطيب، إذن الملاب أحد أنواع الطيب. ويرمز الشاعر هنا بالطيب إلى دماء الشهداء. شرح البيت: يبدأ الشاعر بذكر أمورا تبين حقه في الوطن مفتخرا ويقول: نحن جبلنا ترابه بالدماء فتحول الدماء إلى جنة تفوح منها الرائحة الطيبة. البيت العاشر: وسرى حبها مع الدم نارا وبذلنا لها النفوس احتسابا. يقول الشاعر في هذا البيت: كلمة سرى معناها انتقل، بذلنا قدمنا، احتسابا طلب الثواب من الله دون مقابل. يقول الشاعر: حب فلسطين جرى وسرى في عروقنا ودمنا مثل النار، وقد بذلنا لها نفوسنا دون مقابل. الصورة الفنية: صور الشاعر حب فلسطين بالنار التي تسري مع الدم في العروق. البيت الحادي عشر: ونشأنا على يديها كراما وقرأنا على سناها الكتابة.
نشأنا تربينا سناها ضياءها. شرح البيت: لقد نشأنا وتربينا في هذا الوطن الجميل وقضينا طفولتنا فيه، حيث عشنا حياة كريمة وهانئة وفيه درسنا وتعلمنا. يصور الشاعر الوطن أي فلسطين أما تربي والتي أحسنت في التربية. البيت الثاني عشر، البيت الأخير: نحن من عطر الميادين أمجادا وأعيى المستعمرين طلابا. الميادين مفردها ميدان وهي الساحة، أعيى أتعب أو أنهك، طلابا ملاحقة. يقول الشاعر في هذا البيت أي شرح البيت: يفتخر الشاعر بمقاومة الشعب الفلسطيني التي سطرت الأمجاد في معاركها مع العدو، ويقول الشاعر: نحن من عطر الميادين بدماء الشهداء وملأناها مجدا وأتعبنا المستعمرين في ملاحقتنا. شبه الشاعر تضحيات شعبه بالعطور التي تملأ الساحات. الأفكار الرئيسية يتسع في هذه الأبيات. البيت السابع والثامن: الاطمئنان بعودة الحقوق والتفاؤل بزوال الاحتلال. البيت التاسع والحادي عشر: الشوق للذكريات الجميلة في الوطن. البيت الأخير: الفخر بالمقاومة. إذن البيت الأخير: الفكرة، الفخر بالمقاومة. العواطف البارزة في هذه الأبيات الشعرية: عاطفة الحنين إلى الوطن، عاطفة الفخر بمقاومة الشعب الفلسطيني الذي يسعى للتحرر من العدو. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح قصيدة بعد الفراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.